الكريم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ايها الاخوه، نهني كل الاخوه الفائزين وحظ اوفر لمن لم يحالف الحظ. ونتواصل ايها الاخوه وتتواصل هذه الاشواط المستمره وهذا الشوط الثالث عشر الذي خصص لفئه الكار سن اللقايه ضمن اشواطنا العامه في هذه الفتره الصباحيه. نتواصل مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونتعرف واياكم على مقدمه هذا الشوط ونشوف من تقود المسار وتحترق المركز الاول. المركز الاول مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ومن تحتل المركز الاول في الصوغان لاحمد بن محمد بن فهد الخاطر هي من تحتل المركز الاول. اما المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني. المركز الثاني اسياد للسيد عبد الهادي. المركز الثاني مشاهدينا الكرام الزعفرانه للسيد محمد بن بطعام بن قران المنصوري. اما المركز الثالث ومن تصنى شقا للسيد ظافر بن حمد بن راشد الدوسري. والمركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع اسياد للسيد عبد الهادي بن حبيشه النابت. وعليك مراجعه لجنه التشبيه والتثبيت يا بن حبيشه. نتابع هنا المركز الخامس ومن تحتل المركز الخامس وصلت هنا سمحه. الله يسمح دروبنا ودروبك يا سمحه. سمحه تحتل المركز الخامس، تعود ملكيتها للسيد حمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايف. هكذا ندانا مشاهدينا الكرام، وها هي اذاعتنا للخمسه المراكز الاولى المتقدمه. على كل حال نعود الى مقدمه هذا الشوط، الصداره هنا تتغير والامور مع شقة تغيرها مشاهدينا الكرام. ظافر بن حمد بن راشد الدوسري يغير مجريات هذا الشوط هنا في مقدمه هذا الشوط، ولكن هنا في المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني زعفرانه. الزعفرانه للسيد محمد بن بطحان بن قران المنصوري هي من تاتي ثانيا وفي ثاني المراكز. اما المركز الثالث ومن تصنى في المركز الثالث بنت صوغان للسيد احمد بن محمد بن فهد الخاطر هي من تصل في المركز الثالث. والمركز الرابع وصلت هنا سمحه للسيد حمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايف هي من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع غيرت في هذه اللحظات، ذكرها بنت صوغان للسيد احمد بن محمد بن فهد الخاطر. اما المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام اللي غيرت الى رابع المراكز تصلنا في هذه اللحظه. ليالي وليالك ولياليك كذلك ايضا مميزه، ولكن هنا في المركز الثاني اللي تحركت في المركز الثاني الشرقيه للسيد محمد بن سالم بن حويل. الله ليالي والشرقيه، الشرقيه وليالي، ليالي الشرقيه وليالي والشرقيه. الله الشرقيه تغير مشاهدينا الكرام من الجانب الايمن. الشرقيه مشاهدينا الكرام ايها الاخوه الافاضل للسيد محمد بن سالم بن حويل المري. الله اذا مشاهدينا الكرام الشرقيه تنتزع ناموسي هذا الشوط. تهانينا والف مبروك نزفها الى مالك الشرقيه السيد محمد بن سالم بن حويل المري. سلام عليك يا مالك الشرقيه وسلام على الشرقيه ايها الاخوه. لحظات وصول الشرقيه الى ال 100 متر الاخيره معلنه الناموس والانتصار. تهانينا والناموس نزفها للسيد محمد بن سالم بن حويل المري على فوزه بالمركز الاول. المركز الثاني يصل شعار ماجد بن حلفان المري. المركز الثالث يصل شعار سيد غانم بن منصور الخيرين. المركز الرابع يصل شعار السيد محمد بن بطحان بن قران المنصوري. اما المركز الرابع او المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام وصلت اسياد للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الكرام، ونعود الى التوقيت الزمني ولحظات وصول الشرقيه الى خط النهايه. قاطعه مسافه الأربعة كيلو متر في زمن مقداره. زمن مقداره مشاهدينا الكرام 6 دقائق 14 ثانيه 5 اجزاء من الثانيه. نهني مالك الشرقيه مشاهدينا الكرام السيد محمد بن سالم بن حويل المري. اما المركز الثاني ووصلت في المركز الثاني ليالي قاطعه المسافه في 6 دقائق 18 ثانيه 3 اجزاء من الثانيه. نهني مالك ليالي السيد ماجد بن محمد بن حلفان المري.